اعتدت قبائل قضاعة على مجموعة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا 15 رجلا، وكان لابد للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقف وقفة جادة مع قبيلة قضاعة كي لا تهتز صورة الدولة الإسلامية في الجزيرة العربية. وبالفعل قرر صلى الله عليه وسلم أن يخرج جيشا كبيرا إلى مناطق قضاعة، وكان قرار الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراج الجيش بمجرد عودة الجيش الإسلامي من مؤتة إلى المدينة المنورة. وكانت منطقة قضاعة تسمى السلاسل، وذلك أنه كان فيها عين أو بئر بهذا الاسم، فسميت المنطقة بكاملها ذات السلاسل. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمن يجيئه بعمر بن العاص، فلما مثل أمامه قال له: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله ويسلمك. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، إني لم أسلم رغبة في المال. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للمرء الصالح. ثم عقد عليه الصلاة والسلام اللواء لعمرو بن العاص، فجعله لواء أبيض، وجعل معه راية سوداء، وبعثه في 300 رجل من أشراف المهاجرين والأنصار لصد جمع قضاعة، ومعهم 30 فرسا، وذلك لبعد المسافة بين المدينة وموقع ذات السلاسل. فقد ذكر أنه يبعد عن المدينة 10 أيام سيرا على الأقدام. انطلق ركب الإيمان بقيادة حكيمة وبخبرة القائد وحكمته، وأمر عمرو بن العاص رضي الله عنه رجاله بأن يستريحوا نهارا ويواصلوا المسير ليلا، وذلك لتحقيق المفاجأة على العدو، وحتى إن رآه عدوه ليلا فلا يستطيع أن يرصد عدد جنوده ويحصي مدى قوته. ولما اقترب عمرو بن العاص من ذات السلاسل أرسل عيونه ليقف على ما جاء به عدوه من قوة، فجاءت المعلومات تقول إن العدو أعد عدة هائلة وجمعا كبيرا وعددا كثيرا لا طاقة لقوته بهم. لذلك أرسل عمرو بن العاص أحد رجاله وهو رافع ابن مكيث الجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يطلب منه المدد والعون كي يستطيع المواجهة بقوات كافية. وصل رافع إلى المدينة مبكرا ودخل المسجد، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاة الفجر بمسجده المبارك، فلحق بصلاة الجماعة وأداها خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما فرغ من الصلاة اقترب من الرسول قليلا وبلغه رسالة عمرو بن العاص بطلب المدد من الرجال، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح وعقد له لواء وبعث معه 200 من أبطال المهاجرين والأنصار بينهم أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وعندما ودع الرسول صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح ومعه رجاله الأبطال قال له: يا أبا عبيدة، لا تختلف. انطلق أبو عبيدة بجيشه فلحق بصاحبه، ولما وصل إلى هناك وحان وقت الصلاة أراد أبو عبيدة أن يكون إماما للناس، فاعترض عمرو بن العاص قائلا: إنما قدمت علي مددا لي معينا ومقويا، وأنا الأمير ولا إمارة لك حتى تأم الناس. فقال أبو عبيدة: يا عمرو، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: لا تختلف، وإنك إن عصيتني أطعتك.
هكذا كانت الأمور تدار بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة لأبي عبيدة وتميز بالحزم والعزم لعمرو بن العاص. وأما عمرو بن العاص القوات الكبيرة في الصلاة، ووقف أبو عبيدة خلفه مؤتما طائعا لا شيء في نفسه. وقد أمر عمرو بن العاص المسلمين ألا يوقدوا نارا، وقد كان البرد شديدا ورغبة الجنود بالدفء غالبة، إلا أن حزم القائد منعهم من ذلك. وقد استغربوا هذا الأمر منه، حتى وقف أحد جنوده وهو عمر بن الخطاب معترضا على هذا الإجراء، فقال أبو بكر الصديق لعمر رضي الله عنهما: دعه يا عمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعثه علينا إلا لعلمه بالحرب. أدى المسلمون الصلاة ثم أعدوا العدة لمهاجمة عدوهم، وبدأ القتال. فقاتل الرجال جيشا ضخما مجتمعا كثير العدد والعدة، فاستطاعوا ببطولتهم تفريق قضاعة والقضاء عليهم، لأن الله تعالى استجاب دعاء رسوله لعمرو بن العاص عندما قال: فيغنمك الله ويسلمك. عاد الجيش منتصرا، وسبق عوف بن مالك بفرسه إلى المدينة ليبشر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إليه قال عليه الصلاة والسلام لعوف بن مالك: أخبرني يا عوف. فقال عوف بن مالك: فأخبرته عليه الصلاة والسلام بما كان بين أبي عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص، وما كان من طاعة أبي عبيدة لعمرو بن العاص. فقال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أبا عبيدة ابن الجراح. وأخبرته أيضا بمنع عمرو إيقاد النار واتباع العدو. وصل جيش المسلمين إلى المدينة، فأقبل عمرو بن العاص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألقى عليه تحية الإسلام، فردها بأحسن منها، ثم قال له رسول الله: لما منعت المسلمين أن يتبعوا عدوهم أو يوقدوا نارا؟ فأجاب عمرو قائلا: كرهت أن يوقدوا نارا فيرى عددهم وقلتهم، وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد فيعطفون عليهم. فأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على تصرف قائده، وكانت ذات السلاسل بمثابة ميلاد قائد إسلامي جديد، فذ هو عمرو بن العاص، وكان لم يمضي على إسلامه سوى 4 أشهر. ولم تمضي أيام كثيرة حتى كلف عمرو بن العاص رضي الله عنه بمهمة جديدة، ومهمة وراء مهمة، حتى لقى عمرو بن العاص ربه: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، رزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.